جواد يلا تكلمتم الله يجزاكم خير عن الدعاء وعن فضل الدعاء وتلا حبيبنا جواد الآيات التي ذكر فيها أو ذكرت قصة يونس عليه السلام. يعني يونس عليه السلام مر به من البلاء ما الله به عليه، فرغم الضائقة التي جاءته والمرض الشديد وموت أبنائه كانت الحل من الله سبحانه وتعالى واركض برجلك. فما تراه صعب ترى على الله يسير جدا سبحانه، لكن ألح على الله. أيوب. 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 نعم. أيوب عليه السلام. أي. فتليت أيوب أليس كذلك؟ إلا صحيح. أي. أيوب. أيوب. فأيوب عليه السلام رزق بسبعة من الأبناء وسبعة من البنات، وكان عنده من المال وعنده من التجارة وعنده من الزراعة يعني الشيء الكثير، ولكن سبحان الله بدأ يخسر، وقدر الله سبحانه وتعالى ومات جميع أبنائه. أيوب هذا بداية البلاء، وأصيب بمرض في جسده فازداد به المرض، وقومه أو أهل مدينته أخرجوه من المدينة يقول حتى لا يصيبنا بالعدوى. أيوب عليه السلام فتجيه امرته تقول يا أيوب ادعو الله، أنت نبي مرسل، ادعو الله أن يزيل ما بك. فيقول كم لبثنا في الرخاء؟ الله أكبر. فيتقول 80 سنة. فقال لا أصبر، وجلس 18 سنة وهو في هذه المرض يصارع هذا المرض 18 سنة. فكانت امرته هي التي تعمل في بيوت بعض الأحياء وبعض المنازل الأخرى يعني، وتعود إلى أيوب عليه السلام ببعض الطعام، حتى أنهم قالوا يعني لن تعملي عندنا خشية أن تنقلي لنا المرض أيوب. الله أكبر. فما عاد عندهم زاد ولا عندهم شيء يعتمدون عليه بعد الله. فيقال بعض الكتب يعني تاريخ البداية والنهاية أنها كانت تبيع ضفائرها شعرها. فلما رأى أيوب ذلك المنظر دعا الله سبحانه وتعالى، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء يعني شدة المرض هذا، يعني توفي الأبناء وكبر في السن ومرض 18 سنة، واضطرار الزوجة لبيع شعرها والعمل عند الآخرين، كل هذه الضوائق جاءت النتيجة بأن الله سبحانه وتعالى يقول واركض أركض برجلك أركض برجلك. فإلى الآية فشوف يا أيوب، وعاد به صغر سنه عليه السلام وكذلك زوجته، وعاد حاله إلى أفضل مما كان سبحان الله. فحتى أنها ما عرفته زوجته في بداية في بادئ الأمر. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، لكن الله لا يريد منك إلا الدعاء، لا يريد منك إلا الإلحاح في الدعاء إلى الرجوع إلى الله سبحان الله. أحسنت. فهذا ما حبيت أذكره من كلامك. والفائدة جميلة اللي تفضلت بها حبيبي شايع في أركض برجلك، يعني سنين البلاء كان 18 سنة، فلا تتصور أنه لما يمر بك بلاء سنة سنتين أو فقر أو حاجة، أو أنه كذلك محتاج أنت بعدها 10 سنوات أو 20 حتى توازي فترة، لا أركض برجلك انتهى كل الذي حدث لأيوب وبدأ صفحة أجمل مما كانت. فلما تدعو تقول ربي اشفيني، ربي اعطيني، ربي اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن ما سواك مثال في قضاء الدين، لا تقول أنه كان الدين جلس يعني بقى سنة أنه كذلك سنحتاج سنة سنة، هي لحظة كذا إذا أراد الله شيء لم يمنعه شيء.